تنظم المؤسسة المتخصص أحمد بن عبيد أيام طبية جراحية ممثلة في حملة لنزع الماء الأبيض ممتدة بين اليوم الثالث من مارس إلى غاية التاسع من مارس. هذه العملية تحمل طابع تضامني حيث تم دعوة 4 أطباء من القطاع الخاص، ضف إلى ذلك الأطباء على المؤسسة. أكيد هذه العملية هي عملية تضامنية قبل شهر رمضان المعظم. المستفيدين من هذه العملية هم 400 مريض من داخل الولاية وخارجها. نحن اليوم بصدد القيام بعمليات جراحية على مستوى المؤسسة الاستشفائية المختصة بن عبيد لإجراء عمليات المياه البيضاء لفائدة المرضى الذين طال انتظارهم لهذه العملية من أجل التخلص من قائمة المرضى الذين ينتظرون منذ 4 أشهر. يعني حبينا قبل شهر رمضان الفضيل نكونوا يعني كملنا تقريبا كامل المرضى الذين ينتظرون في قائمة الانتظار، وإن شاء الله العمليات راهم يقوموا في أحسن الظروف وراهم قائمين. المؤسسة الاستشفائية راهم موفرة المعدات اللازمة للقيام بهذه العمليات، وإن شاء الله يجوزوا في أحسن ظرف والمرضى نتمنوا لهم الشفاء العاجل. عندي واحد الشهرين واللي جيت حبي ما عنديش واللي جيت درت هنا تكلت على ربي لهون خير ربي الله يبارك سبيطار باي مولي قائمين، وإن شاء الله نطلبوا ربي بقستر ونطلبوا نجاح للجماعة اللي جيت لينا واللي جيوا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.